وحسن عبد الفتاح البتامي اديني اديني يا ابكر يا انت عيل رخم قوي يا بلدي يا واد يا واد انت مفيش مثالك وجمالك انت يا بلدي يا واد يا واد انت مفيش تعبت وجمالك انت ويا بلدي يا ابو علي يا عبد الفتاح انت أعزائي المشاهدين متابعي النقطة بصراحة الإخباري، أهلا ومرحبا بكم، معكم أحمد فهم في بث مباشر جديد وتغطية إخبارية جديدة من خلال موقع بصراحة الإخباري. النهاردة النجم الفنان أحمد عدوية يحيي أحد الليالي الرمضانية في أحد الخيام الرمضانية بمدينة بنها، وزي ما أنتم شايفين الكل فرحان بقدوم الفنان أحمد عدوية إلى مدينة بنها لإحياء ليلة من ليالي رمضان، والكل فرحان وبيجي يتصور معاه يعني إقبال كبير جدا من مواطني محافظة حبيبية وبالتحديد من مدينة بنها على يعني الفنان أحمد عدوية وأخذ الصور التذكارية معه. نور كده يا نجم، نور كده، نور كده يا نجم، لا والله ماشي. هو الآن حفيده يعني حفيد أحمد عدوية، والكل فرحان في مدينة بنها بوجود الفنان أحمد عدوية يا بنت السلطان وحن على الغلبان، يعني أحد الأغاني للفنان أحمد عدوية. قلت يا محمد مش بطلت مش هتعود عدي يسخنوا بس بالاغاني بس يا جماعه. احنا بنحيي دكتور يسر الصفدي، دكتور يسر الصفدي ودكتور ايمن الصفدي وكل عيله الصفدي، بنحيي ولا حضرتك على الصوره جنبه. نور يا فنان سيد ورحنا الصلاة. اجيب لك قهوة، اجيب لك شاي، اي حاجة تشرب. ايه تشرب ايه؟ الان الفنان احمد عدوية يلتقط الصور التذكارية مع مواطني محافظة حبيبية في مدينة بنها. لا ده احنا تلفزيون. كل فرحان بوجود الفنان احمد عدوية في مدينة بنها، ومدينة بنها ترحب بالنجم الكبير احمد عدوية في احد الخيام الرمضانية بين فاست اليوم. موقع بصراحة، موقع بصراحة الاخبار يا اختي اسمه اللي تاني يا فول برمش اللي شاف مصر. يا اختي اسمه اللي تاني يا فول برمش اللي شاف مصر. هم حمد، 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 هم حم
والله بنظرة عين يا الشام وحلاوتها مين، والله بنظرة عين يا الشام وحلاوتها مين. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. مر عليا قول لي جلوسك هيك، مر عليا ترينا اعزائي المشاهدين. يا الفنان احمد العلوية مواطن محافظة القلوبية يلتقط الصور التذكارية معه اثناء جلوسه في احد الخيام الرمضانية لإحياء. اسأل عليا مر، لا 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 لا. قهوة الفنان هنا، قهوتك يا فنان؟ عايز نسكافيه. نسكافيه؟ نسكافيه. انت الكلمة الحلوة وعيونك مع مين؟ انت جمالك حلوة حلواني من قلبي بغنسيك. انت الكلمة الحلوة وعيونك مع مين؟ وانت جمالك حلوة من قلبي بغنسيك. وانت منورنا يا فنان والله العظيم، منور الاهليوبيه كلها والله العظيم يا فنان. شرف كبير للاهليوبيه انت النهارده موجود فيه. اه والله العظيم. ممكن تغنينا اي حاجة؟ اي حاجة نسمع بس كده الصوت، اي حاجة ممكن نسمع، اي حاجة من الفنان احمد عدوية. صلى يا جدو، بص لي هنا جدو جدو. لا مش هيك، غير في تقاليدنا من يوم ما شفنا الاجانب دخلوا جوه الباب. شفنا شباب براد ثقافة اللي مرجي على الارض ومنشوق عليه ميه، بيفوقوه ويقولوا له ده شارب ميه. طيب تمام. والميه كم نوع؟ نوع واحد وبس يا ناس، اللي بيصير حرام من الشرع فيا. والحشاشين في الغرز فين اللي هو استايلين؟ بيرص فوق الحجر ليه من نوعين لاثنين؟ حشيش وخباز يا دوب هو حظه، لا يروح بيتطوح يا تيجي كبسه ويخسوه في السجون سنتين. وادي اللي فاشل مش مرتاحه مع الهدى وخايفه نجيب في غيرها وبالطبع يغير. ساعة حضور الكلام في الارض بصوره معاها جريحه ولا عودتها والبخار في سكه محمود وعين عكاز. ويحضر اللي يعني الشيخ ابو الدبابيه يطلب تكربطش وجري وتستفيق على كيف ويحضروا شله من الهلافين ويعملوا زار. كل الكلام ده حرام في شرعنا يا ناس. أعزائي المشاهدين متابعي موقع بصراحة الإخباري، نحن الآن في بنها، مدينة بنها عاصمة القليوبية، في ليلة رمضانية جميلة لوجود الفنان أحمد عدوية، فنان الأجيال، يعني زي ما أنتم شايفين إقبال كبير جدا من المواطنين على أخذ الصور التذكارية مع الفنان أحمد عدوية، وكل فرحان وكل يعني مبسوط جدا، وشعب القلوبية مبسوط بوجود الفنان أحمد عدوية في وجودنا. في حد كده كمان عايز أقول له حاجة، دايما يستظرفوا علينا ويقول لك إيه يا عم؟ انت فاكرني من بنها؟ هو انتوا بتقولوا انكم من بنها؟ احنا جينا في بنها كان الحلو كله. أعزائي المشاهدين ومتابعي موقع بصراحة الإخباري، كان معكم أحمد فهمي محافظة القلوبية، إلى اللقاء في بث مباشر جديد وتغطية إخبارية جديدة من موقع بصراحة الإخباري. عالم بيعمل كلام عالم. عايز أقول بجد إحنا